وما زلنا مشاهدين في ذكرى الاحتفال بالذكرى 70 لثورة 23 من يوليو المجيدة، ونستمر في المتابعة التحليلية. معي عبر الهاتف الآن الأستاذ كريم عبد السلام الكاتب الصحفي. أستاذ كريم، يعني ما حققته ثورة 23 من يوليو على المستوى الدستوري؟ ترجم أهداف هذه الثورة في الانتقال من الحياة الملكية إلى الجمهورية، ومن ثم تحقيق العدالة الاجتماعية للمصريين، أهم هذه القوانين في رأيك؟ بالفعل كل سنة وحضرتك طيبة وكل المستمعين طيبين بمناسبة ثورة 23 يوليو المجيدة. وحقيقة هذه الثورة التي قام بها رجال القوات المسلحة غيرت كما قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحياة في مصر إلى الأفضل، ودشنت الجمهورية الأولى. هذه الجمهورية كما تفضلت كان من أهم دعائمها الانتقال من حياة ملكية إلى حياة دستورية تقوم على المساواة والعدالة الاجتماعية وفق مبادئ دستورية ووفق مجموعة من القوانين الكبرى المستمدة من هذه المبادئ الدستورية التي قامت عليها الثورة. في مقدمة هذه القوانين كان قانون الإصلاح الزراعي. نعلم أن مصر الملكية كانت عبارة عن إقطاعيات، كانت أراضي الدولة موزعة على مجموعة صغيرة من البشوات العثمانيين وغير العثمانيين الذين كانوا يسخرون الفلاحين والمزارعين المصريين في إقطاعياتهم لقاء أقل القليل، وكان هؤلاء المزارعون المصريون غالبية الشعب كانوا حفاة جائعين لا يجدون في العادة الكثير من القوت. ثورة 23 يوليو غيرت وجه الحياة في مصر بقانون الإصلاح الزراعي الذي كان ينص على تحديد الملكية الزراعية وبالتالي توزيع فائض هذه الإقطاعيات على أكبر عدد من المزارعين، ومن ثم أمكن للمزارع الذي كان يعيش في بيت متهدم أو خوخ ولا يجد قوت يومه وكان حافيا يعاني من الأمراض ولا يعلم أبناءه ولا يجد رعاية صحية، أمكن له أن يصبح مالكا لأرضه وأن تزدهر الزراعة المصرية بفضل هذا القانون من خلال دورات زراعية توفي احتياجات الدولة أو الجمهورية الأولى الناشئة. وبالتالي كان قانون الإصلاح الزراعي هو أول قانون يقوم على تفعيل مبادئ العدالة الاجتماعية وأن تكون الزراعة المصرية آنذاك وهي أهم الحرف أو أهم عنصر في مدخلات الناتج القومي يقوم على أن يمتلك صغار المزارعين أرضهم وأن يزرعوها بالتنسيق مع الإرشادات العامة للدولة حتى تكتفي ذاتيا من الحبوب وحتى تكتفي ذاتيا من الخضروات وحتى تكتفي ذاتيا من المنتجات الزراعية بكافة أنواعها، ثم تنتقل الدولة بعد ذلك إلى محاولة ازدهار التصنيع الزراعي القائم على وفرة المنتجات الزراعية أولا وبعدين تدشين الشركات الصناعية القائمة على الإنتاج الزراعي مثل قها والقليوبية وقنا، وهذه الشركات التي كانت تكفي حاجة المصريين. أريد أن أربط بين ثورة 23 يوليو وهو ربط واضح الآن وبين ثورة 30 يوليو في الحقيقة. هذه الثورة الأولى التي دشنت ملامح الجمهورية الأولى وجعلت مصر للمصريين وفتحت آفاق الزراعة والصناعة والتعليم أمام أبناء المصريين وأطلقت التوظيف للمصريين وأنشأت
طبقة عريضة من المتعلمين في الجامعات المصرية والبعثات الخارجية، ما أشبه الليلة بالبارحة كما يقول المثل العربي. ثورة 23 يوليو واجهت الكثير من التحديات، وأهم ما واجهته هو قوى الاستعمار الذي كان سافرا واضحا ويرغب في السيطرة والاستحواذ على ثروات المنطقة العربية وتقسيم وتفتيت المنطقة العربية. بعد عدة عقود كانت هناك دورة استعمارية جديدة بأشكال ومناهج جديدة سعت إلى إثارة الفوضى في المنطقة وتقسيم وإعادة تفتيت هذه المنطقة بالكامل للسيطرة على الثروات فيها وتدمير الأجزاء التي لها أهمية لغير القطب الغربي. نعم. وشهدنا هذه المراحل من الفوضى وما تلاها من تحديات إلى أن قامت ثورة 30 يونيو. طيب هذا الربط. نعم، هذا الربط الذي تفضلت به. التحديات الجديدة، قوى الاستعمار الجديد بأشكاله الجديدة. نعم. تذكرنا بقوى الاستعمار والتحديات التي كانت مفروضة على مصر وغيرها من البلاد العربية بعد الحرب العالمية الثانية، والتي أفرزت الظهور التلقائي والحركة التلقائية وتنامي الشعور الوطني لدى مجموعة نزيهة من ضباط القوات المسلحة لكي تقوم بثورتها التي التف حولها المصريون. طيب اسمح لي أستاذ كريم، هذا الربط الذي تفضلت به أيضا يعني يذكرنا بالعلاقة الفريدة على مر التاريخ ما بين الشعب المصري والجيش. هذه الحالة من التلاحم يعني هي تحمل خصوصية شديدة، وأيضا يعني هذه العلاقة الفريدة ذكرها الرئيس في سياق كلماته احتفاء بالثورة. هذا ربط هام ما بين ثورتين أيضا. الجيش المصري هو جيش الشعب المصري، ضباط وعناصر القوات المسلحة من المصريين وليسوا غرباء عن الشعب المصري، وإنما هم في كل بيت ضابط أو صف ضابط أو جندي أو والتجنيد إلزامي لدى عموم المصريين كما نعلم، وبالتالي فإن الجيش هو الشعب والشعب هو الجيش. على مدار التاريخ منذ آلاف السنين الآن كلما استشعر الجيش وهو القوة الصلبة في المجتمع المصري أي مخاطر على مقدرات المصريين أو على الأمن القومي المصري أو على مصالح الدولة المصرية لابد أن ينتفض هذا الجيش ويقول لا، يقول كفى، يقول هنا نقطة، هنا خط أحمر، هنا لا مزيد، هنا المصريون أو الدولة المصرية تتعرض للمخاطر ولن نسمح بأن تتعرض الدولة المصرية للمخاطر. في ثورة 23 يوليو كان الوضع خطيرا لأن الاستعمار الإنجليزي آنذاك كان يماطل في تنفيذ وعوده والرحيل عن مصر، وكانت الحياة الملكية فاسدة حتى النخاع، وبالتالي كان لابد أن يقول الجيش وهو القوة الصلبة في المجتمع المصري لا ندافع عن مصالح المصريين. في 30 يونيو كان لابد أن يحمي رجال القوات المسلحة جموع المصريين الذي خرجوا بالملايين ليقولوا كفى للجماعة الإرهابية التي كانت تحكم نيابة عن قوى الاستعمار الجديد. كانت القوات المسلحة لابد أن تحمي عموم المصريين الذين خرجوا بصدورهم العالية وتعرضوا للقتل أمام الاتحادية من ميليشيات الإخوان، وتعرضوا للإرهاب في الشوارع وفي المنازل وعلى حتى كنا نرى القنابل المزروعة أمام دور السينما في الشوارع وتحطيم المنشآت والمصالح الخاصة والعامة. هذا هو دور القوات المسلحة وهذا هو دور متنامي ومستمر وشهدناه منذ ثورة عرابي حتى. هذا الدور هو الذي يحمي المصالح العليا للمصريين، وكما كانت هناك تحديات جمة وكبيرة
أمام ثورة 23 يوليو تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية وتنموية، واستطاعت هذه الثورة بالتلاحم مع الشعب وعبر إطلاق المجال لعموم المصريين ليبدعوا وينتجوا. أيضا ثورة 30 يونيو تواجه نفس هذه التحديات، فقد تسلمت البلاد وهي على حافة الإفلاس، يواجهها الإرهاب المرتزق من كل جانب وهو مدعوم من قوى غربية، قوى الاستعمار الجديد. إذن هذا ما تراه في أوجه التشابه فيما بين الثورتين، ثورة 23 من يوليو وثورة 30 من يونيو. أشكرك جزيلا الأستاذ كريم عبد السلام الكاتب الصحفي.